اندلاع حارق في غابة كابو نيغرو والمضيق. اندلعت النيران في غابة كابو نيغرو والمضيق، حيث تصاعدت أضخنة كثيفة تتراءى للوافدين من بعيد من جهة كورنيش مدينة مارسيل، كما تبرز النيران مستعرة من جهة مدينة المضيق. وانطلق الحريق المهول من منطقة كودياس بيفور قرب مرتفع يطل على ميناء الرينكون، قبل أن تتجه النيران في اتجاه كابو نيغرو بفعل هبوب الرياح التي ساهمت في انتشار رقعة الحريق الذي تجهل أسبابه حتى الآن. واستنفر الحريق السلطة المحلية وعناصر الإطفاء ومصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر، كما تعززت جهود الإطفاء بحلول طائرتين من نوع كناظير توقفتا عن تنفيذ طلعات جوية بحلول الظلام. وقال رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان إن الحريق أتى على مساحة شاسعة من غابات كابو نيغرو، مستحضرا في هذا السياق حريق سنة 2007 الذي خلف خسائر فادحة في الغطاء الغابة وبالمنطقة.